اكيد فيديو اليوم غادي نشرحو منصة استثمارية شباب وماشي نصيحة استثمارية. المهم الاخوان، اول حاجة عندنا ايميل ومود باس، عاود مود باس ديالك هنا، تيليجرام كود ريفيلر. انا عندي حساب في الموقع غادي نديرو، واجي هاد الموقع ليا. هادي الموقع تاعنا 10 دولار، كيخصنا ديبوزيو ليا 10 دولار باش نشريو في اي بي اللي هو رقم 1، كنورني منو 1.4. عندنا هنا واحد سبين، لو وصلنا ل 88 فلان فيت كتوك سبين الاخوان. عندنا ناوي دراو ديبوزيت دولو دابليكاسيو. عندنا كومباني بروفيل، عندنا الفي اي بي، هات في اي بي 1 حتى الفي اي بي 10، نوتيفيكاسيو ديال لي ممبر اللي كيديروا ديبوزيت ولا دراو في الموقع. هنا عندنا السيبور، لو عندك شي مشكل يمكن لك تواصل مع السيبور في تيليجرام الاخوان. غادي نمشيو نشوفو الفي اي بي. في اي بي رقم 1، اي بي رقم 2، وفي اي بي رقم 3 كتورني 20 دولار في النهار، كديبوزي 140 دولار الاخوان. اول حاجة غادي نديروها الشباب هي غادي نمشيو لديبوزيت، كوبر ادريس، شو عندنا الوالت، اوكي باستيو هادي نيكست. وهنا نجيو نديرو 10 دولار ونديرو دون سنت. من بعد الاخوان غادي نجيو نديرو ريشارج كومبليت. غادي نلقاو في اي بي تشرا اوتوماتيك والبالانس ديالنا ولات فيها 20 دولار. نبركو الاخوان ندوزو التاسك اللي عندنا اللي هو 1.4، غادي نورنيو منو. غادي نمشيو دابا للويدراو الشباب، ديرو الباسورد ونجيبو الوالت ديالنا الاخوان. هيا ويدراو، نكملو الشرح ديالنا راه وصلنا في الويدراو ديالنا. هاد الواجهة هادي مشروحة الاخوان، عندنا خلاص كومباني بروفيل تعطيوك فيه المعلومات على الموقع الاخوان، فوقاش الناس اللي مشاركين فيه. وهادي وهادي عندنا التيم ديالنا الشباب، سكوبي الكود ولا ليان، هنا الرشاش ديال التيم ديالك. عندنا هنايا ليفل ان، ليفل دو، ليفل تروا، الديتاي ديال كل وحده. هنا عندنا لي ميسيو اللي دوزنا واللي باقي ما دوزناش. هنا عندنا الشباب لي في اي بي كاينين، في اي بي 1 حتى لي في اي بي 10. عندنا هنايا بروفيل ديالنا الاخوان، بالانس ليا 20 دولار، ديبوزيت تعطيو كاتي ماش لا مصيبه، انفيست هنا في نص ريكورد اللي فيها الويدراو ديبوزيت الشباب. هنا انفيستمنت ريكورد ترانسفير، وهنا تموديفي الباسورد ديال الدخله ودير الويدراو. نمشيو نشوفو الويدراو واش وصلتنا. هيا الشباب 1.4 كيف ما كتشوفوها الاخوان، مع 7.5 الشباب. هما الخوتات اللي كاين في هاد الشرح هذا، نتلاقاو في فيديو واحد اخر. نهاركم مبروك.